طبعا كاميرا برنامج الملعب متواجدة لتغطية جميع التفاصيل، والزميل طبعا زياد العصيمي وبندر الشويعر كان لهم لقاء مع السفير السعودي في إندونيسيا مصطفى المبارك. أهلا وسهلا بكم في جاكرتا، وهذا من دواعي سرورنا أن تستضيف جاكرتا هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة. مثل ما تعرف المباراة إن شاء الله يوم السبت القادم، وأنا كسفير أعتبر هذه التظاهرة أيضا قناة من قنوات التواصل مع الشعب الأندونيسي. كل مباراة هنا بالنسبة يعني لنا احنا في السفارة نعتبرها مهمة، أي مباراة يشارك فيها المنتخب السعودي نعتبرها ذات أهمية كبرى، وسيكون في المباراة حسب ما علمنا من السلطات الأندونيسية سيكون هناك الرئيس الأندونيسي. بإذن الله سنقدم كل الخدمات سواء من الباصات والحماية عن طريق الشرطة الأندونيسية وتذاكر للرعاية والمتواجدين من المشجعين السعوديين والمواطنين الذين قدموا من هذا لهذا الغرض. طبعا الزملاء هناك لم يفوتوا فرصة تواجد الأستاذ أحمد عيد وزكي الصالح وخرجوا منهم بهذه اللقاءات. المباراة لا شك أنها مباراة هامة، مباراة في ضمن التصفيات، وإن شاء الله إن الله أراد وحققنا النتيجة الإيجابية فيها ستكون هناك خطوة للأمام. نحن نعيد فريق إعداد جيد، الفريق يضم عناصر شابة وواعدة، أعمار اللاعبين 24 سنة، هناك 15 لاعب تحت سن 21، هذا لا شك أنه شيء إيجابي، ودائما وابدا نتفائل بان هناك امل كبير في تحقيق نتائج ايجابيه ان شاء الله قد تفوق النتائج التي حققت في السابق، وهذه حال كره القدم. الحمد لله لا توجد اي يعني عقبات بالنسبه للرحله، كانت ما فيها صعوبه، وكل اللاعبين الحمد لله بصحه جيده، ونشكر السفاره السعوديه على حسن الاستقبال والتسهيل مهمة الوصول حسب ما هو موضوع له من جدول الجهاز الفني، وأيضا في النواحي الإدارية الحمد لله كان على ما يرام، و يعني نقدر نقول نسبة جيدة بالنسبة لنا، فيها سلبياتها وهذا ما يخلى من العمل، كل عمل فيه إيجابيات وفيه سلبيات، ولكن احنا دائما وابدا يعني نحاول نحن نصحح سلبياتنا. نتمنى إن شاء الله ان احنا وفقنا فيما قدمنا، و ايضا نشكر اللاعبين على مجهودهم خلال هذا المعسكر، انضباطياتهم كانت جيده، الجهاز الفني عمل يعني ما بوسعه من خلال تصحيح بعض الامور اللي كانت تحتاج، لا زال نحتاج الى الوقت الى التصحيح، ولكن ان شاء الله ان نكون في المباراه بصوره جيده ان شاء الله. احنا لا نتمنى اصابه اي لاعب، ونتمنى زي ما جينا كلنا سليمين ان نعود سليمين، ولكن هي كره القدم واللاعب معرض فيها للاصابه، يعني يمكن الكابتن عبد الله أصيب في إصبع يده، ولما عملنا الأشعات حسب التقرير الفني اللي قدم من حسب التقرير الطبي اللي قدم من الجهاز لقينا أنه هو الحمد لله الأشعة كانت جيدة، وإصبع اللاعب يعني عادي لوضعه الطبيعي، ولكن يحتاج إلى فترة راحة، لذلك حنا حرصا منا على عدم تفاقم الإصابة لتسهيل عودته سريعا إلى الملاعب. لم نجازف بأنه يستمر بتمارينه أو باستمرارية معانا، فضلنا نحن نجلب لاعب آخر. طبعا ما في شك حنا يعني كان يفترض حسب ما أصدرنا في بيان رسمي أنه يكون اللاعب عبد الله معيوف لاعب نادي الأهلي، ولكن يعني لظروف تواجد جوازه في السفارة الإيرانية وفي صعوبة استلامه، طبعا قرر الجهاز الفني بإحضار لاعب عبد الله العويشير حارس نادي الفتح. في آخر يوم من التمرين أيضا في ماليزيا أصيب اللاعب شايع شراحيلي، واليوم سوف تجرى له
الأشعة والتأكد من إصابته ومدى صعوبتها أو قوة الإصابة أو متى يحتاج فترة الكافية للعودة. دكتور خالد، تعليقك على اللقاءات السابقة. والله طبعا هو جانب معنوي الحقيقة جيد، يعني يكون السفير في الاستقبال لا شك أنه جانب معنوي ممتاز جدا، ويشكر السفير والسفارة بشكل عام، وهذه من أهم يبدو الواجبات. المعسكر في ماليزيا كان ناجح بكل المقاييس وتهيئة جيدة للمنتخب. الجوانب المعنوية من خلال الحضور المبكر أو استقبال السفارة أو حتى الفوز على الصين في المباراة الأولى 3 نقاط، أو حتى الحديث اللي فيه ثقة من الأستاذ زكي الصالح وزملائه، يبدو لي المعنويات عالية جدا والدعم واضح، يعني سواء الإعلامي أو الجماهيري. التحدي اللي عند اللاعبين يبدو لي هو نقطة القوة في المنتخب السعودي، لأن اللاعبين عندهم رغبة صادقة أن يواصلون المشوار، والفوز على الصين لم يكن سهلا، وبالتالي الفوز في مباراة أندونيسيا بتعطي المنتخب السعودي دفعة قوية جدا، و6 نقاط كبداية قوية بالنسبة للمنتخب تساعد كثير عندما تلعب حتى على أرضك، سوف إن شاء الله يكون الوضع أفضل بكثير. الأسماء ممتازة، حتى التعويض للحارس المصاب أو غير عبد العوشيزة وغيرهم، يعني يبدو لي أنهم يعني محل الثقة، والمنتخب قادر بهذه الأسماء أن يكون حاضر بشكل ممتاز. نعم حسين، حقيقة ألمس في الأجواء الرياضية السعودية حاليا أن هناك التفاف رياضي إعلامي جماهيري، رغبة في تحقيق انتصارات. حقيقة أنا أعتقد أن إحنا كرياضيين جميعا بكافة شرائحنا ملينا من لغة النقد، ملينا من التجريح، ملينا من الانكسارات والخسارة والإخفاق. المنتخب السعودي الآن في مرحلة يحتاج من الجميع أن يتكاتف، سواء في داخل الملعب من اللاعبين أو من الأجهزة المساعدة لها. أنا أشعر صراحة متفائل جدا بالمرحلة الحالية للمنتخب السعودي، ألمس في اللاعبين وروح اللاعبين من خلال التقارير التي تأتينا من ماليزيا وإندونيسيا أن هناك رغبة جامحة لدى اللاعب السعودي بصناعة الفرح للجمهور السعودي. نحن محتاجين جدا حقيقة للفرح. المنتخب السعودي قادر بإذن الله تعالى أن يعود من إندونيسيا ب3 نقاط، وقادر أن يعيد الهيبة التي صنعها في حقبة من الزمن، كان هو فعلا الفارس الأول لهذه القارة. إن شاء الله بإذن الله تعالى أن يكون يوم السبت يوم فرح للرياضة السعودية وللجميع. يكفي الالتفاف اللي نشعر فيه الآن مع المنتخب السعودي لم نشعر فيه في السابق، سواء من الإعلام أو الجمهور أو المسؤولين عن المنتخب أو اللاعبين. هناك في التفاف بإذن الله تعالى أن يتوج بفوز و3 نقاط وعودة من جديد للمنافسات.